اللي غادي نلقاو ليه الحل فيما بعد اننا اضطرت عليه بشكل كبير. غادي ندير واحد المشكل كبير فواحد الطفل اللي ما عندوش حل الان. من بعد هذه القضيه بالاشياء اللي ممكن اننا نربيو بها الابناء ديالنا هو اللعب. فمن كنلعبوا مع الابناء ديالنا فكنكسروا هذاك الجليد اللي بيناتنا. فالابن ملي كيشوف ان الاب ديالو كيلعب معاه فكيقول ان الاب ديالي تواضع معايا ونزل عندي وكيلعب معايا. فهذيك اللحظه ملي كنكون كيلعب معاه فاي حاجه بيتيها لي فغادي تلقاها. علاش؟ لانه فاتح لك البيبان هذيك الساعه. حاجه اخرى كاين العاب اللي ممكن ان هذه الالعاب هذه تكون العاب ترفيهيه وفي نفس الوقت العاب تلقينيه. بامكاني انني انا في هذه الالعاب هذه نوصل ميساجات. نعطيك مثال بسيط، مثلا في رياضه كره القدم. فانا مثلا كنلعب كره القدم مع الابن ديالي، فكر غادي نكون كنتفرج معاه في ماتشات، غنكون كنلعب معاه. غادي مثلا نعطيه كره نقول ليه بقى تراوغ فغادي تقلع تقطع ليه، اولا مثلا انا ما غاديش نباسي ليه كره. فاشنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه الحياه دايره بحال كره القدم. الحياه كره القدم هي رياضه جماعيه، ما يمكنش ان مثلا واحد لواحد غادي يلعب وحده. هكذا الحياه، الحياه ان شاء الله غدا ما غادي تخدم، فما يمكنلكش انك غتحقق كل شيء وحدك. حنا كنعيشوا في مجموعه، حنا الكائنات الاجتماعيه الى غير ذلك. فممكن جدا ان من الالعاب اننا نخرجوا منها بعض الدروس اللي نعلموا الابناء ديالنا. ايضا فالاطفال ديالنا مين كنتصاحبوا معاهم وكنوليو نخرجوا معاهم الى غير ذلك، فكيوليو كيوقعوا قدامنا بعض المواقف. فهاد المواقف هذه فبامكاني انني نجبد هذا الموضوع هذا ونتناقش مع الابن ديالي ونبين ليه فين كاين الخطا، بالاخص الا كان واحد الموقف ديال الطفل ولا ديال الابن مع الاب ديالو ولا شي حاجه. كيوليو مشاهد قدامي، مشاهد اللي كنقدر انني نربي عليها الابن ديالي وانني نعلمه في كل خطا فين كاين الصواب. الشيء الاكثر روعه اللي غادي تقدر انني نخلي انني نربي الابن ديالي هي انني نكون نموذج، انني نكون قدوه. للاسف فالمجتمعات ديالنا ملي كيجيو كيريحوا مع الابناء ديالهم فهما كيعتمدوا على الكم ماشي على الكيف. ماشي على الجوده. فكتلقى حتى الاب مثلا لو جلس مع الابن ديالو واحد المده طويله فعلاش كيبقى مركز على حط هذه ما ديرش هذه عندك هذه كذا، فكتلقاه في اغلب الوقت فانه كيعاقب الابن ديالو. وهنا واحد الملاحظه ردت لها بال واحد الصديقه كوتش مغربيه في بلجيكا اللي كنوجه ليها التحيه، فقالت لي كاين واحد الفرق كبير وكبير وكبير بزاف ما بين الاباء والامهات ديال الجاليه العربيه والاباء والامهات ديال الجاليه الاجنبيه. اشنو احنا مثلا ملي كنخليو الابن ديالنا في المدرسه اشنو كنقولوا للابناء ديالنا؟ كنقولوا لهم وياكم عندكم ديروا لي بيتيز، عندكم تخاصموا، عندكم تضربوا مع بعضياتكم. فهنا احنا باش كنفكروا؟ احنا كنفكروا بالصوره. فالطفل ملي كتقول لي عندك وياك تضارب اشنو كيشوف في المخيله ديالو؟ كيشوف انه كيضارب. فمين كتمشي وكتخلي فهو كيضارب، كانك قلتي ليه الضرب. كتنبهه نعم على تعطيه اشاره بطبيعه الحال. علاش؟ لان الانسان فضولي بالطبيعه ديالو. فاحنا كبار ملي كنشوفوا شي حاجه كيقول لك الممنوع مرغوب، فاحنا ملي كتمنع علينا شي حاجه كنبغيو نجربوا علاش هذه القضيه ممنوعه. فما بالك الطفل اللي باقي ما عارف حتى حاجه في الدنيا ويلاه كيكون في المدارك ديالو ولا كيكون في المعارف ديالو، فهو باغي يعرف، فهو فضولي. فمن غادي تقول ليه ما ديرش هذه كانك قلتي لي سير. اما مثلا غادي نجيو نهضروا على الاباء والامهات في الغرب، فكيفاش كيهضروا مع الابناء ديالهم مثلا؟ فكتلقاهم كيهضروا مع الابناء ديالهم كيقول لهم قضيوا وقت ممتع، استمتعوا انتم في المدرسه. فملي كيهضروا معاهم بهالطريقه هذه فكيخليهم انهم يركزوا على الاشياء الايجابيه. حاجه اخرى فللاسف للاسف للاسف فالطريقه باش كيتعاملوا الاباء مع الابناء ديالهم فكيتعاملوا كالاساتذه مع التلاميذ. وحنا كبار ما كنبغيوش شي واحد اللي يبقى مثلا انه يعطينا المواعيد الحسنه ديالنا ويعطينا الدروس. فالاب والام ملي كيكثروا في المواعيد وفي الدروس ودير هذه وما ديرش هذه، فواحد الوقيته كيوليو بحال ما كيهضروش، كيولي الصوت ما كيوصلش. احسن حاجه من انني عوض انني الطفل نقول ليه صلي
نصلي قدامه. وهنا غادي تردوا البال واحد القضيه، غتلقاي مثلا اي طفل في سن 5 سنوات او 6 سنوات 4 سنوات صلي حداه، اشنو كيدير؟ كتلقى حتى هو جا حداك وبدا كيقلدك في الحركات ديالك، فبدا كيصلي معك. فعوض مثلا فأب كيجي عند الابن ديالو كيقول ليه ما تكذبش، وبمجرد كيجي عنده شي واحد لقى كيصيفط ولده وكيقول ليه قول ليه راه بابا ما كاينش. انت يلاه قلتي لي ان الكذوب ما مزينش وما خاصناش نكذبوا، والكذوب كيدخل جهنم وحرام، وانت كتكذب قدامه هنا اشنو كدير؟ فهنا كتعطيه واحد الصوره مناقضه لهذاك الشيء اللي كتقول. بس كيولي كيقول ويلي واش الكلام اللي قال لي بابا هو اللي صحيح ولا الفعل ديالو هو اللي صحيح؟ فمن الافضل، فهناك واحد القول رائع كيقول الدعوه بالحال افضل من الدعوه بالمقال. فعوض مثلا انني نجي ونهضر مع واحد على الاسلام ونهضر مع واحد على الاخلاق، نخليه انه يشوف الاخلاق ديالي في التصرفات ديالي. كذا المثال حتى الابناء ديالنا، فالابناء ديالنا فعوض ما نبقاو نعطيوهم مواعيد كثار، خاصنا اننا حنا يشوفونا، لان اي اب او اي ام كيكون قدوه للابن ديالو. اي ابن فكيشوف ان الاب ديالو هو القدوه، اي ابن كيشوف ان الكلام ديال الاب ديالو واحد الكلام اللي ما يمكنش انه يكون غلط، فبالتالي فكون قدوه للابن ديالك. فبمجرد الا كنت واحد النموذج واحد المثال يحتذى، فالابن ديالك غادي يتعلم منك. فهذه من ناحيه. ايضا المشاركه، فانني نشارك الابن ديالي في الاهتمامات ديالي. مثلا من الافضل انني مثلا غادي نخرج ونجلس مع صحابي ونهضر خاوة الى غير ذلك، فلاش ما نخش مع الابن ديالي نتصاحب مع الابن ديالي، نعرف الاهتمامات ديال الابن ديالي، نعرف الابن ديالي اشنو كيدير، اشنو هما المواهب ديالو، اشنو هما الهوايات ديالو، اشنو هما الاهتمامات ديالو، فاش كيتفرج، شكون هما النجوم ديالو، شكون هما هو فان ديال اي ستار الى غير ذلك. علاش؟ مثلا الى لقيت مثلا ابن ديالي كيلعب واحد اللعبه فإلى لعبت معاه، فعوض مثلا انني نجي عندو ونقول لي لا وما تلعبش وياك وهذه، علاش نلعب معاه؟ نلعب معاه ونشوف هاد اللعبه كيفاش دايره، ونشوف شنو هما الحوايج اللي خطر فيها، ولا بانت ليا شي حاجه اللي ممكن انني نعدلها فنعدلها. بعض المرات من بين الاشياء الرائعه هي اننا كنتناوبوا. كيفاش كنتناوبوا؟ اننا كنغيروا المهام. فإلى كان في اغلب الوقت ان الاب كيكون كيلعب الدور ديال الاستاذ والابن كيلعب الدور ديال المتلقي، فعلاش ما نقلبوهاش هذه المره هذه؟ فالابناء ديالنا اكيد انهم كيعرفوا شي حوايج اللي ما كنعرفوهمش حنا. خاصة مثلا ما هو رقمي. فما فيها باس، ما فيها باس انني نجي عند الابن ديالي ونقول ليه هاد الحاجة اللي انت ماهر فيها وهاد الحاجة اللي كتقنها مزيان بغيتك تعلمها ليا. فهنا ما غادي نولي انا كنتعلم عنده وهو كيعلمني، فهنا كنكسر بزاف ديال الجليد. راه واحد الحاجة، راه حنا بعض المرات غير الاصدقاء ديالنا كيغيرونا. كتلقى شخص مثلا في واحد الوسط ايجابي، فما كيولي كيقارن التصرفات ديالو بالتصرفات ديال الاخرين، فكيولي كيقول لا حشومه ما بقاش ندير بحال هكا. اولا مثلا عندنا واحد الصديق ديالنا اللي مزيان كيتعامل معنا مزيان، حتى كنا حنا كنتعاملوا خايب، فمع الوقت كنوليو كنراجعوا انفسنا. هكذا خاص تكون علاقتنا مع الابناء ديالنا. للاسف الاباء علاقتهم مع الابناء فهي واحد العلاقه مبنيه على الان، مبنيه على النتائج الانيه، وهذا خطا. ما خاصناش نكونوا هكا مع الابناء ديالنا. فالابناء ديالنا هو واحد الاستثمار، بحال واحد الشخص دخل في واحد المشروع، هذا المشروع هذا ما غاديش يمكن انه يربح على المدى القريب، بالعكس غادي يربح على المدى البعيد. فخاص يكون عندي الصبر مع الابن ديالي. فاذا ما كانش عندي الصبر مع الابن ديالي فاشنو غادي يوقع للاباء؟ فغادي يجيهم السكر، غادي يجيهم الطونسيون، غادي يجيهم بزاف ديال الامراض، لان محتاجين وقت. للاسف بعض الاخطاء اللي كيديروها الاباء مع الابناء ديالهم، فكتلقى مثلا ابن في السن ديال 10 سنوات 12 سنه ولا 14 سنه، فالاب باغي يكون الابن بحاله او كيف ما كان كيتمنى انه يكون. ديما يعني كتكون ديك المقارنه، انا ملي كنت قدك، انا ملي كنت هادي، انا ملي كنت بطبيعة الحال. فالزمان ماشي هو الزمان، والوقت ماشي هو الوقت. زائد واحد الحاجة، كتبقى كلنا كانوا عندنا أحلام، وهاد الأحلام ما قدرناش أننا نحققوها.
فبما اننا ما قدرناش نحققوها فاحنا كنفرضوا على الابناء ديالنا انهم اللي يحققوها انهم يكونوا حنا. هنا اشنو كنديروا؟ فهنا كنضغطوا على الابناء ديالنا على انهم يكونوا شخصيات اللي ماشي شخصياتهم، انهم يكونوش على الحقيقه ديالهم. كتبقى مثلا شخص اللي كان كيتمنى انه يكون طبيب فكيفرض على ولده انه يكون طبيب، مع العلم ان الطفل عنده مثلا موهبه او لا عنده ذكاء فني. مثلا الشخص اللي كان غادي يكون روائي او لا كاتب او لا مثلا اديب او لا فيلسوف رائع، ولكن الاب ديالو فرض عليه انه يكون واحد الحاجه اللي هو ما باغيهاش، فاكيد ما غاديش يكون. وفي الاكيد ان الابن غادي يولي كيعاقب الاب ديالو، وما غاديش يكون غير كيعاقب الاب ديالو، فهو غيكون كيعاقب الاب ديالو وكيعاقب نفسه في نفس الوقت. علاش؟ لان في احدى الاستشارات اللي كنت دزت منها كان واحد الطفل اللي عزيز عليه هادشي ديال الاستثمار، باغي يكون لاباس عليه، باغي يكون رجل اعمال، باغي يكون تاجر الى غير ذلك. الاب ديالو فرض عليه انه يكون مهندس، فمين مشى قرا الهندسه فالطفل ما كان يعني في السنوات العاديه كان كيقرا مزيان، ولكن من بعد ما بقاش كيقرا مزيان. فمين سولته علاش قال لي انني انا ما كنحملش شي حاجه سميتها الهندسه، انا ها اشنو بغيت؟ انا بغيت نقرا الاقتصاد، بغيت نقرا التجاره، انا بغيت نقول هذه. فهنا شكون اللي مخطئ؟ واش الابن ولا الاب؟ اكيد الاب. فكنتمنى ان هذه الحلقه هذه يسمعوا لها الاباء وان يتعلموا منها مزيان، لان باش نكون معك صريح، لان الضغط هو اللي ضد الضغط. راه التربيه بالكلام قاسي او لا بالعنف او لا بالضرب ماشي وقته. حتى في الدين الاسلامي عندنا كاين واحد الحديث اللي رائع ورائع جدا. الحديث اشنو كيقول؟ كيقول علموا ابنائكم على سبع واضربوهم في عشر. يعني حتى سبع سنين عاد تبدا تعلم فيه، يعني السنوات السبعه الاولى فين كدير معاه شي حاجه، خليه يلعب، خليه انه يلعب. في سن سبع سنين بدا تعلمه، في سن 10 سنوات غضربه. ولكن سمحي لي، هنا بزاف ديال الناس هذا الحديث هذا ما فاهمينوش. نعم، علموهم على سبع، اشنو غادي نعلمو؟ غادي نعلمو الصلاة، يعني من سبع سنين حتى 10 سنين، وأنا كنعلموه غير الصلاة. فحتى 10 سنين إلا ما بغاش يصلي عاد غادي نضربو. دابا السؤال، طفل إلا أنا 3 سنين وأنا كنعلمو، وكنعلمو 5 مرات في النهار، السنة راه فيها 365 يوم، يعني إلا كنت كنعلمو مرة واحدة في النهار كأنني كنعلمو 1000 مرة، هاد 1000 مرة إلا ضربتها في 5 غتولي 5000 مرة، يعني بمعنى أن الطفل خاصك تعلمو 5000 مرة، وحتى إلا علمتي 5000 مرة عاد خطأ، عاد إمكانك تضربو. السؤال اللي كيطرح نفسه بقوة، كاين شي طفل فوق هاد الكرة الأرضية إلا علمتيه واحد المهارة ولا أنك جيتي ليه يدير واحد الحاجة 5000 مرة أنه ما غادي يديرها؟ أكيد ما غادي يديرها. إذا هي بواحد الطريقة غير مباشرة الدين الإسلامي ديالنا كيقول لنا أنكم ما تضربوش الأبناء ديالكم. إلا رجعنا للسيرة النبوية ديال أفضل الخلق اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاء ليربي أمة، ماشي باش أنه يربي أسرة أو لأنه يربي طفل أو أنه يربي ابن. فهو إذا هو القدوة ديالنا، هو المثل الذي يحتذى، اللي خاصنا أننا نطبقوا هذاك الشيء اللي كان كيدير. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمرو ضرب شي واحد في الحياة ديالو، عمرو ضرب لا طفل لا طفلة لا زوجة لا والو. إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو ضرب في حياته، فبأي صفة أنا كنجي وكنضرب واحد الطفل اللي أنا ما عارفش كيفاش أنني نربيه؟ لأن أنا خاصني نعرف واحد الحاجة، فالطفل كيف ما قلت لك يبقى طفل. كيف ما قلت لك للأسف أن بزاف ديال الآباء فلأنهم ما قدروش أنهم يحققوا الأهداف ديالهم، ما قدروش يحققوا الأحلام ديالهم، فبغاو الأبناء ديالهم يكونوا بحالهم، فبالتالي كيحطوا واحد الضغط كبير وكبير 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 بزاف على الأبناء ديالهم، وكينساو بلي الأبناء ديالهم مجرد أطفال، فلأنهم أطفال فغادي يغلطوا. والطفل أي طفل كيف ما كان، طفل في عمره 7 سنين غادي يلعب، غادي ينقاز، طفل غادي تخليه مثلا في الصالة في عمره 6 سنوات 5 سنوات غادي يبقى يلعب فوق السدادر إلى غير ذلك. إذا هذا تصرف طبيعي، إذا إذا كان هذا تصرف طبيعي ردة الفعل ديالتنا ما كتكونش طبيعية، ردة الفعل ديالتنا كتكون عصبية، وكأننا كنساو كيفاش كنا ما كنا باقين صغار. كاين واحد السؤال؟ نعم. ألو؟ كاين واحد
كان واحد السؤال كثير كثير من الاحيان. الا سمحتي سي عز الدين بعجاله حيت ما بقاش الوقت 3 دقائق تقريبا الاخبار تفضل. فكنتمنى ان تكون الرساله وصلت للاباء وان الضرب والعنف لا يولد الا عنفا. التربيه بالحب، التربيه بالرفق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اي حاجه كيكون فيها الرفق فالرفق كيزين الحاجه. نكمل ان شاء الله الاسبوع المقبل دائما مع السلسله الخاصه بالاسره رفقه عز الدين البشراوي.